يعني كي جيت نتكلموا ونعاودوا نديروا نعاود نرجعوا لهذا الشيء لو غوتري تاعك ولا هذا الوقت اللي جبت فيه روحك يعني عندك ما درتش موسيقى وعزلت نفسك نو جوستومون نو جو ترافاي جو ترافاي الي اون باراليل سيتادير كو ترجع ثاني لو فيت اكومبلي تاع وي انت تو فو فير كارير في الجزائر بصح لا كارير في الجزائر ما توكلش دونك فودرا ترافاي اوسي ا كوتي باش تقدر توفر لنفسك je sais pas كيما قالت لك مقبيله حكات على على اشتي الماتيريال تاعها على كومونسي ا ترافاي سول شيزل هذا 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 نتيجه انه ما كاش اندستري في الجزائر ما كاش ناس اللي يوجهوك بالك ليدونتيتي ميوزيكال اللي راك تحوسها ولا الافكار الموسيقيه اللي يتفيزيوناو مع الافكار الموسيقيه تاعك دونك هذا الشيء اللي خلاني نعاود نرجع ابري توت سيت ابسونس باسكو جوستمون جي ابري افير لي شوز باي ماي سيلف كيما يقول لك نخدم وحدي نتعامل مع دي بيت ميكر نتعامل مع دي زارونجور نتعامل مع دي جون كي مو كونساي دون لو دومين اي اوسي شيرشي اوسي مي سبونسور ان طونك ارتيست انديبوندون هذه هي الحاجه لا بلو ديفيسيل جو بونس مي اون دير راك يعني صافو راك تنجح شويه في الميدان في هذا الشيء دونك كان لو سينجل كيف ندير يب هذاك بون لو سينجل راح نسمعوه شويه هكذا لو سون راح نسمعوه مي سا سيتي الغون غوتور يعني العوده تاع انيس في ستيل موسيقي اخر ديفيرون يعني ماشي كاع عشق طفله اندلسيه بون عشق طفله اندلسيه C'était juste après Star Academy, il fallait sortir un single, باش تقعد quand même في الواجهة, الناس يقعدوا يشوفوا الأعمال تاعك etc. C'était pas du tout ça n'avait aucun rapport avec mon identité musicale ou là où je كنت حاب ندير انا في الفن. Donc après هاد les années de retrait, نقدر نقول بلي j'ai pu choisir mon identité musicale, خيرت الشخصية الفنية تاعي avec الطريقة اللي كنت حابها كما كانت تحكي يسرى. Je veux faire ce que je veux. راني حاب ندير واش راني حاب في الموسيقى. دركا في لو بوب غاي نقدر نقول نسموه سي نوفو ستيل بالك مي سا غست اون كيفاش يقولوا توندونس ان ستيل جدع ولا 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 كيفاش يقولوا اون برونش تاع الراي اون برونش تاع الراي كي نوفيل بوتيتر جاتاك اوسي لو ستيل لو فاي مي سا غست دون لو راي اوكي با تري بيان.